وهذا زارعين في المزرعة برسيم زي ما موجود، وزارعين قصب، وزارعين ذرة وشعير، كلها تغذية من المزرعة للأغنام والأبقار، يعني كله من نفس المزرعة. الحين في مزرعة العجول، هذه عجول جاهزة للبيع من عمر سنة إلى 6 شهور. هذه العجول للبيع طبعا، اللي يبغى للمفروم والرمضان موجودة هنا، نحط العنوان عليها بنتصل. هذه هي العجول للبيع، يبيع لحم عجول وبطمونة. إيش اللحم؟ مضمونة من نفس أعلاف المزرعة، طعمه مختلف مميز. نعم.